ماذا قال؟ ماذا جاء في هذا الحوار؟ طبعا في بداية كلامي بوجه التهنئة لرجال الشرطة المخلصين في عيدهم 69، لأن تضحياتهم ونجاحاتهم المستمرة مع إخوانهم من رجال القوات المسلحة هي سر الاستقرار الأمني اللي بتعيشه مصر ويشعر به جميع المصريين حاليا، وده كان ليه أثر كبير في تحقيق العديد من الطفرات الاقتصادية والانطلاق نحو دولة حديثة. حضرتك أستاذ أحمد، الجميع يعلم أن 25 يناير 2011 كانت إرادة تغيير من المصريين، ما فيش اختلاف بين أي مصري على المطالب اللي خرجت من أجلها، وهي عيش، حرية، عدالة اجتماعية. لكن ده ما يمنعش أنه كانت في مؤامرات خارجية شارك فيها من الداخل عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابي، وكان هدفهم نشر الفوضى والتخريب في البلاد، وهدفهم الرئيسي من ده طبعا الوصول إلى الحكم. وهم وصلوا بالفعل، لكن تم فتح المخططات الشيطانية اللي قاموا بيها، واكتشف الشعب تضليلهم وكذبهم وتآمرهم، فكانت ثورة 30 يونيو المجيدة التي صوبت المسار. لكن بالنسبة لحواري المنشور في مجلة آخر ساعة مع اللواء منصور العيسى وزير الداخلية الأسبق، هو حوار تاريخي، لأنه كشف في الحوار أسرار وكواليس يعني ما حدث في يناير 2011 والمدة التي تولى فيها الوزارة، وهي تحديدا، لأن حضرتك ذكرت التاريخ، هو مظبوط، هو تولى تحديدا يوم 6 مارس 2011 وحتى 7 ديسمبر، يعني حوالي 9 شهور تقريبا، ودي كانت فترة من أخطر الفترات اللي مرت بها مصر. قال لك إيه على هذه الفترة تحديدا؟ هذه الفترة هي اللي هو منصور العيسى طبعا شاهد مهم على الأحداث في تلك الفترة، وأبرز ما قاله لي في الحوار أن مصر يعني تعرضت لمؤامرة في يناير 2011 لإسقاط مصر. فطبعا البديهي كنت أسأل سيادة الوزير مين اللي أنقذ مصر وأحبط المخطط ده؟ قال لي المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي هو من أنقذ مصر وأحبط هذا المخطط. لا، قال لك إيه المخطط؟ إيه اللي شرحه في الحوار؟ إيه المخطط؟ وإيه اللي كان بيتم في الشارع؟ وهو وزير داخلية عنده المعلومات، إيه اللي كان بيتم؟ إيه اللي هو لو حصل لو استعرضنا أبرز الحاجات اللي قالها لي في الأحداث تحديدا، كان من أهم الأحداث اللي حدثت في الفترة دي كان أحداث محمد محمود. هو سيادته أكد لي إن وزارة الداخلية بريئة من دماء المتظاهرين في أحداث محمد محمود. فسألت سيادته طب الناس اللي كانت بتضرب المتظاهرين وعمليات اللي حصلت مين وراها ومين اللي كانوا فوق العمارات؟ سيادته اتهم تنظيم الإخوان الإرهابي بأنه وراء قتل المتظاهرين في تلك الأحداث. وطبعا السبب معروف، إلصاق التهمة برجال الشرطة بحيث يعني يكون لديهم مبرر للهجوم على مقرات الوزارة والمنشآت التابعة لها، وكان أبرزها في هذا الوقت جهاز مباحث أمن الدولة. فوزارة الداخلية طبعا يعني تصدت لذلك، وكان يعني كان تعليمات المشير طنطاوي في ذلك الوقت والمجلس العسكري عدم استعمال الرصاص الحي، لأن سيادته قال لي إن المشير طنطاوي قال له بالنص أنا عارف حجم المؤامرة اللي بتتعرض لها مصر وتشارك فيها جهات خارجية ودعمها في الداخل أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي.